برشا ناس ربما الكلام هذا قد يفهموه دكتورة على أنه التربية المتساهلة، هذا جانب الرحمة أو الإفراط في الرحمة. أنا تو قاعد نمثل جزء من المستمعين، الإفراط في الرحمة، الإفراط في المعاملة الحسنة، الإفراط باش تولي تتحول إلى دلال، ما يسمى بالدلال. نوليو شي زادة دكتورة نجي ونطبو فيها نقلة موني بالعاني. أنا نستفز فيك دكتورة ونحاول نمثل المستمع. جميل جدا أن نرحم، جميل جدا أني نسمع، جميل جدا أني نعامل معاملة حسنة، جميل جدا. لكن هذا فماشي خيط فاصل يخليني نقول هنا ستوب، راهو هنا إمكانية الكلام هذا قد يتحول إلى دلال أو التربية، ما يسمى بالتربية المتساهلة. وين نجم نقف دكتورة؟ هنا نجي دخلتنا في أنواع التربية. أي نعم. أولاً التربية التقليدية حكينا عليها شوية. أي نعم. معنى البوم سيطر يغير السلوك بالسلوك، وولده كانها قطعة صلصال باش يغيرها هو، ويستعمل الوسائل العنف والصراخ وغيره، واللي هذا تخلي شخصية مش قوية، شخصية ضعيفة. وعلى ذلك احنا ما عندناش قيادات، أجيال تربيت هكا. وباش نقولها القيادات ما همش برشا، أنا ما نلقاوش المسؤول اللي باش نحطوه في المكان هذا ولا في المكان هذا. التربية هذه المتسلطة الفوقية صحيح تنجم توصل طبيب، تنجم توصل مهندس، لكن يقعد يخدم 20 سنة في نفس الخدمة، لا يغير لا يأثر لا يبدل. التربية الثانية المتساهلة اللي قلت عليها أنت، هذه أخطر. خليه يعمل شي يحب، يروح من الخدمة تعبة أعطيه تليفون، خليه يعمل شي يحب، ندلو نعمل له إشباع لحاجته الكل، نوكله نلبس ونعمل له كل شيء. هذه تربية أخطر، خاطر باش تطلع شخصية فوضوية اعتمادية متمركزة على نفسها أنانية، وخطيرة ياسر التربية هذه ومعرضة للإدمان. أنا شقلت بكري التكليف، مش نعمل له وينه كل شيء، مش يبكي نعطيه حاجته، ما تحب البكاء، إذا حاجة مضرة ما نعطيها لوش. النجم تحاور معاه الحوار هنا، معناها نقول وراني فهم مشاعرك، نتفهم مشاعرك ونحبك، لكن الحاجة دي تضرك ما نعطيها لوش. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش متساهل مع الزنا، ما قالش خليه يزنى، ولا مع ولده الآخر ما خلاهوش يبعثر وياكل بيديها توري ترابير. لا العكس صحح. دونك ما نجموش التربية المتساهلة راهي أخطر، مش نخليهش يعمل شي يحب. الفاصل هو الحزم، الحزم اللي احنا ربما، والرسول كان حازم صلى الله عليه وسلم، وهذا لازمنا نعمله يظهر لي حصة على التربية الإيجابية. معناها مع العطف مع الحب مع الرحمة اللي حكيناها بكري، فما اللي نسميه الحزم. شو معناها الحزم؟ الحزم نظام في أوقات الأكل، نظام في أوقات النوم، نظام في أوقات اللعب، فما روتين يومي. كي تبدأ حاجة تضر الصحة النفسية ولا الجسدية ولا العقلية، خطوط حمراء. منعش أنا يبكي على التليفون، والتليفون نعرف العامين لولانية ولا ثلاثة سنين لولانية يضره، ما نعطيهولوش، نضمه ليا، التليفون ذهلي دكتور يبشي يستحق حلقة واحدة وما نعطيش وهنا فما حزم. ونفسر له زيدا المنع يكون بالتعليل كما كان يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم في جمل قصيرة، ونعطيه البدائل. لابد من حزم في التربية. كي نقول أنا خذيت مثال متاع الشاشات، أما نجم ناخذ عدة أمثلة، منعش أنا مشروبات غازية، حاجة تضر الصحة، نعمل قانون مرة في الأسبوع. الحزم شو معناها؟ نظام، قواعد، علاش قلت لك لازم حصة كاملة هي. وتهذيب إيجابي. لا حصة تهذيب إيجابي معناها التربية بالعواقب. التربية حس. بالعواقب مهمة جدا. الحكاية اللي حكيتها لك، الطفل اللي طيح الماء، أمه جيت عملته قالت له علاش صبيت الماء، قال حبيت نساعدك، ما خلطتش اللافابو، ما ديت ماء من الفريجيدير، تكسر الدبوزة وهبط الماء. ش عملت الأم؟ ضربته لعيطت عليه، حاولت تقول له كيفاش نعمله المرة الجاية بالضبط، جي عيط لي نحط لك كرسي وأطلع للابابو وتغسل المعون. مش منعته باش تغسل المعون وهو عمره 5 سنوات بالضبط، لابد قد ما يكون الصغير نعلموه مهارات الحياة قد ما خير. وبعد قلت له كيفاش نصلحوا الحكاية اللي عملتها تو، قالها نجيبوا نمسحوا المناشفوا وبدأوا يصلحوا مع بعضهم. الدرجين اللي باش تعديهم غضب وغش وباش تمسح نجم تعلموا فيه حاجات برشا، تهذيب الإيجابي بالضبط. هنا مش معناها أنا قلت لك عاطفة باش يعمل هو شي يحب، لا، لازم يكون تكون عارف بأساليب التربوية، التهذيب الإيجابي، التربية بالحوار كما رينا الرسول صلى الله عليه وسلم، القصة أسلوب غير مباشر، عدة أشياء، اللعب
تقدم ألف طريقة بدائل، لازم تقدم البدائل في التربية متاعك. بدل البدائل تهذيب إيجابي وتكون حازم في التربية. دايوغ التربية الإيجابية شنو؟ هي عطف مع حزم، امباتي ولا بيانفيونس افيك فيرميتي. يا دكتور، وهذا بالضبط الرسول صلى الله عليه وسلم سيد البشر كان يعمل فيه. لكن بون بيتيت احنا ما ربطناش هذا بهذا، اخذينا المرجعيه الغربيه اللي احنا مش فرد اهداف معاهم، وخلينا المرجعيه شيء من المرجعيه، لكن ان تعزز هذه المرجعيه بالمرجعيه الاصليه اللي هي كما كنت تحكي فيها، اللي هي الانتماء الى الاصول. وانت اكدت انه كل مرجعي او كل ما تطرق اليه الغرب من نصائح وكذا كلهم نلقاه، والعلم الكل نرقاهم في سيرة وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم.